السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم رسلان. اليوم جيتكم بيوم جديد من أيام رمضان الكريم، روتين جديد، أفكار جديدة، الأهم أنه أفكار وحيل وتدابير من خلال هذه الفيديوهات. إذا كنت أول مرة تزوري القناة نتمنى أنك تشتركي وتفعلي جرس ليعجب هالفيديو جام الفيديو، وفوتوا معايا تشوفوا بعض الأفكار بعض الحيل. المغزى من هذه الفيديوهات ماشي أنه وش راني ندير ولا شوفوني وش نخدم ولا، المغزى من الفيديوهات هذو أفكار كيفاش ترتبي وقتك، كيفاش تتعاملي مع يومك. يعني تبعوا الفيديو راح تشوفوا. أول حاجة راح نعتها لكم يعني حاجة جاتني من المغرب الشقيقة، بعض الأكلات التقليدية تاعهم يكثر خيرهم كيما نقولوا حنايا، حجرة من عند الحبيب تفاحة، ذوقوني ملحهم الخطرة الجاية إن شاء الله راح نذوقهم ملحنا حتى حنايا. راكم تشوفوا الوالدة تاع صديقتي بعثت لي يعني اهلها واهل الزوج تاعها بعثوا لي بعض الاكلات كيما راكم تشوفوا، هذوك الملاوي تاع الشحمه كيما عندنا احنا كسره الشحمه، هذو الشباكيه كانت سقساتني وحده خطره في المباشر قالت لي على الشباكيه، هذه هي الشباكيه تاعهم. ما كانش فرق كبير يعني بزاف بينها وبين القريوش تاعنا بنان، عجبوني هايلين. هذا الزيتون المرقد تاعهم حتى هو عجبني بنين مالح مليح. المرة الجاية إن شاء الله لازم نتعلمو ونديرو حتى نايا، هذا تاعهم تاع المنزل ماشي اللي يتباع. مش بسطيلات كيما قالت لي هي البريوات، أنا حسبت لي بسطيلات المرة الأولى قالت لي لا بريوات محشيين بالدجاج وبالمعدنوس يكثر خيرهم يعطيهم الصحة. شوفوا يعني الناس من بلاد لبلاد، اني قلت لكم حجره من عند الحبيب تفاحه، وبعثوا لي بعض الاشياء ما نعتهمش في الفيديو هذا، راح نخليهم مفاجاه المره الجايه راح نعتهم لكم. حوايج ثاني هايلين راح نطول شويه باش نعتهم لكم. وانتقلت كيما راكم تشوفوا بديت يومي في المطبخ كالعاده. وش راح نطيب؟ راح نطيب اليوم باذن الله تعالى سفيريه راح نديرها بحبه تاع بطاطا، حبه تاع بطاطا راح نديرها ليا وحبه لزوجي، بما انه هو ديما يقول لي انا ما نحبش السفيريه مي جامي ذاك سفيريتي، تالما يقول لي ما نحبش السفيريه ما قدرتش نديرها، قلت هذه المره نديرها بالك يذوقها تعجبه، وبالفعل عجباته. درت حبه ليا باش نديرها سفيريه وحبه درتها له باش نديرها كباب. وانتقلت لواحد الحيله هكا تدبيره راح نعتها لكم ان شاء الله تديروها وتنفعكم. الفيونداجي هنا كي جاب لي زوجي دائما ندير له هكا، يعني باش كي نكونجليه نجبد غير الحق ما راح نجبد هذاك النهار، ما نجبدش زياده سورتو اللحم وخصوصي اللحم المفروم. لفتي كونجليتيه ودي كونجليتيه اولا ما لازمش يطول، ثانيا كي لفتي دي كونجليتيه سواء اللحم المفروم ولا اي نوع من اللحوم لازم تستعمليها وتستهلكيها في وقتها. هكا كي نحب نستعمل نجبد غير قيسي راكم تشوفوا قسمتها بالسكين. كيما راكم تشوفوا هنا انتقلت البطاطا حبه راح نقليها للكباب وحبه باش نديرها للسفيريه. كاين البعض راهم يقولوا لي كي تفوخي راكي تزوخي، راهي ما نقدرش نفوخ عليكم انا ونزوخ بماكله صابحه نعاود نطيبها، ولا نفوخ عليكم بحبه تاع بطاطا كيما هكا نطيبها، ولا باش نفوخ ما نعرف كيفاه يجيكم، ولا نحكي على الصلاه صلاتي بيني بين الله سبحانه وتعالى، ما درنا لكم بزاف قلتوا فختوا، درنا لكم شويه قلتوا حقرتوا، ما هضرناش على الصلاه قلتوا كيفاه، هضرنا على الصلاه قلتوا رياء، والله ارضاء الناس غايه لا تدرك، ربي يهديكم ويهدينا. هنايا عندي ثاني حبه تاع بصله راكم تشوفوا فيها كبيره، بصح هي اصغر حبه عندي المتواجده، قسمتها على نص، نص راح نستعمله اليوم نطيب به، ونص خليته الغدوه ان شاء الله اليوم الموالي نطيب به. نورمالمون نستحفظ به في علبه بلاستيكيه يعني بورتمونجي، لكن من لقيتهم بلي راني مستعملتهم كامل درتها في كيس غذائي هكا تستحفظي على يعني هذه ثاني فكره باش تستحفظي على البصل باه ما تفزدلكش، خير من ما ديريها هكاك عريانه في الدرج ولا في الثلاجه. قصيت هذا لي باش ندير بها لاصوص، ودرت لها سنين الثوم هذا يعني لاصوص راح نستعملها لزوج اطباق يعني بصح لشخصين اكيد. شويه راح نديرها للسفيريه نحي منها لاصوص للسفيريه، والباقي اللي يقعد لي راح ندير به الكباب كما قلت لكم، يعني اونكا ما تعجبوش زوجي باه ما نريسكيش على نهاري. راكم تعرفوا نهار رمضان والرجال كيصوموا
حطيت البطاطا تفور وانتقلت للمعدنوس نقص فيه كما راكم تشوفوا راني نقص فيه رقيق بزاف. صراحه انا كنت ما نحبش المعدنوس وما نطيبش به وحتى زوجي ما يحبوش خلاص كون يلقاه في الماكله ما ياكلهاش. جربت خطره طيبت به ما فاقش يعني ما حس لا هو لا انا عجبتني بما انه يمد الذوق وعدت نطيب به لكن نقصه ناعم بزاف. وربيت البطاطا هذو حوايج سفيريه راني نوجد فيهم. بالنسبه للسفيريه على طريقتي اكيد ما هي دائما نحب ندير لمستي في الاطباق سواء تقليديه ولا عصريه. راح ندير لكم الفيديو ان شاء الله المره القادمه. وجدت حوايج سفيريه وانتقلت البيتزا. البيتزا درت كاس ونص فارينه، مغرف صغيره خميره، مغرف صغيره ملح، مغرف صغيره سكر، لميت بالماء الدافي وخليتها تخمر. بعد ما فرت البطاطا بما انه حبه برك ما تديش وقت غطيتها خليتها تفور. كما راكم تشوفوا درت لها المكونات اللي وجدتهم لها وبديت نعمرهم بالجبن وخليتهم على جنب. مانيش راح نفسر لكم واش درت بما انه راني درت لكم فيديو. جمعت الاواني اللي خدمت بهم. ثاني الاواني الماعن هنا اكيد كل تعرفوا تغسلوا الماعن ومانيش راح نعت العباد كيف يغسلوا الماعن. بصح افكار هكا كي تغسلي وانتي تخدمي تخدمي وتغسلي تخدمي وتغسلي تكوني رايحه من بعد كي تاكلي تلقاي غير ماعنك اللي راح تاكلي بهم، احسن من انك تخدمي وتحطي تخدمي وتحطي تجي تدوري تلقاي وراك جبل تاع ماعن. من الاحسن هكا خدمي وغسلي من بعد تقعدي تاكلي تاكلي وانتي رايحه. وهذاك الربع تاع البصله اللي قعدت راح نستعمل منها شويه، يعني حبه كبيره راح نستعمل منها شويه باش ندير بها صوص طومات. فيون داشي صوص طومات. فيون داشي هذاك قعد لي شويه يا ربي قيس واحد قيس نص كاس ولا ميم با ثلث مغارف تاع ماكله هكاك فيون داشي. هنا البصله حاولوا هذا الجزء اللي تخليوه بما انه ما يطول به ما يفزتش. درت شويه بصله قطعتها، حبه طماطم، طماطم عندي صابحه باش نديرها في صلصه الطماطم. قلت لكم صلصه الطماطم راح نبدل فيها مش حنديرها كاكساك، حندير معاها الفيون داشي نبدل شويه. وبقات لي ثاني صوص فرماج صلصه حتى هي صابحه راح ندير بها البيتزا. يعني افكار راني نمد لكم افكار، يعني حاجه صابحه في عوض انك تطيشيها تستغليها في طبق واحد اخر تبذير والله ما قال عليه ربي. وعندي ثاني هنا الديسار شويه ماهوش حلو وما يتكلش، قلت انا مالا ندير به عصير مع كاس سكر اطرا ما وكاس سكر. درت به عصير وجا لاباس عليه جاي تشرب وبنين. حبه ليمون حبه برتقال وزوج حبيبات خوخ كيما شفتوا اطرا ما وكاس تاع كاس الا ربع سكر. عصرتهم حطيتهم يبردوا. من بعد رحت وجدت الفرينه وكيما راكم تشوفوا الخبز والبيض باش ندير سفيريه كريات سفيريه باش نقليهم. هذا كيما راكم تشوفوا بيضه شويه تاع الفرينه شويه تاع الخبز المرحي. الخبز المرحي كيما شفتوني راني انا اللي خدمته في المنزل ودرت لكم عليه فيديو كيفاش تستغلي الخبز الصابح. يعني حاولي انك تستغلي اي حاجه صابحه وبايته خير من في عوض انك تطيشيها ديري بها حاجه اخرى تستمتعي بها. وجدت هذيك الكريات السفيريه ورحت حطيت البطاطا تقلا. من بعد حطيت كريات البطاطا حتى هما يتقلاو وقليتهم حطيتهم على جنب. هذا كي قرب المغرب انتقلت لاباط تاع البيتزا حطيتها كما هي كما راكم تشوفوا كاس ونص قيس خبزه ودرت هذاك الفيون داشي ودرت عليه صلصه الجبن. الوصفه تاعها راهي في القناه ماشي صلصه الجبن يعني اللي درتها مع ليكورني. وهنا لاصوص طابت راح نحي الدجاج نحمرو الكريات هم طيبين ونحي شويه لاصوص تما السفيريه. وهذه هي طاوله الافطار كيما راكم تشوفوا. الجاري عندي من قبل صابح هذا الملاوي تاع صديقتي بيتزا اللي درتها حتى هي هاكم شفتوا كيفاه. هذا هو افطاري وهذا العصير اللي حضرته والله جا روعه مع السكر عاون هذاك الديسار. هكا فوت نهاري الكسرة حتى هي عندي من قبل. وفي الليل خرجت مع اهلي وصديقتي كانت حابة تخرج تشوف يعني خرجت تشوف حوايج. خرجنا مع بعض شفنا مع بعضنا وريحنا سهرنا شوية. كيما كنتم تشوفوا الدينار سلان لعب برد قلبه دار رايو عجبوا الحال عجبوا الضوء عجبوا الماء بالالوان. حار المرة الأولى غير وصل غير وصل حبس الماء وحبسوا الألوان.
بدلنا شويه جو، مع اني انا كنت عيانه وكنت حابه غير نرقد هذاك النهار. هكا فوت نهاري. نتمنى يكونوا عجبكم الفيديو، نتمنى انكم تركزوا على مضمون الفيديو، على الافكار اللي نمدها، ماشي على الفيديو واش كان واش ما كانش. انا الفيديو راني ندير فيه افكار، حيل كيفاش تصغر لي صابح، كيفاش يعني من حاجه من ما كانش ديري حاجه. هذا هو المغزى من فيديوهاتي. اللي راهي تقول لي تفوخي وتزوخي نقول لها ربي يهديك وربي يهدينا، وصحة رمضانكم وصحة فطوركم، وإلى اللقاء في فيديوهات روتينات وأفكار وتدابير جديدة إن شاء الله.